بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا كده خلصنا الكورس بتاع الـ Undergraduate Chemical Engineering Thermodynamics. طبعا في حاجات كتير قوي ممكن كمان نعمل اكتر من كده، بس طبعا الوقت ما يسعش ان احنا ناخد كل حاجه ونتكلم على كل حاجه احنا نفسنا فيها. انا بس النهارده عايز ادي ملخص سريع للكورس من ساعه ما بدانا الى اخر حاجه وصلنا عليها. الكيميكال انجينيرنج ثيرمودينامكس زي ما انتم شفتوا كورس في شويه نظري كتير، وممكن بعض الناس تفتكر ان هو جاف، وفي رياضه طبعا كتيره، ولكن هي رياضه جايه من الفيزيكس، جايه من الاكسبيرمنتال اوبزرفيشنز اللي الناس شافوها وبنوا عليها علاقات رياضيه عشان يقدروا يستخدموها في حسابات الانرجي بالانسز وحسابات الفيزيكوليبريم والكيميكال ايكوليبريم. فانا عملت كده زي تشارت سريع ايه الحاجات اللي احنا خدناها عشان نراجعها مع بعض ونشوف برضو العلاقات اللي ما بينهم شويه. فهي الثيرموداينامكس كلها باديه من اكسبيرمنتال اوبزرفيشنز. ان الناس المهندسين والعلماء بيبصوا في الطبيعه حواليهم وبيلاحظوا اللي بيحصل. فهي مبنيه على اكسبيرمنتس، مش مبنيه على نظريات من الفيرست برنسبلز. الاكسبيرمنتس هي اللي بتقول لي ازاي ابني عليها القوانين، قوانين مبنيه على تجارب عمليه. ومن الاوبزرفيشنز دي اتعملت اللوز اوف ثيرمودينامكس، كونسرفيشن اوف انرجي والانتروبي، او السكند لو اللي هو بيتكلم على الدايركشن اوف فلو اوف هيت. وبرده بصينا على البيهيفير اوف فلويدز، البريشر فوليوم تمبرشر ريليشن، ايه حكايه الكريتيكال بوينت دي والعلاقه ما بين الليكويد والفيبر، وازاي ان في حته بيبقى فيها تو فيز والبريشر والتمبرشر بتثبت لما بيحصل الايفابوريشن مثلا عند الوان فيز سيستم او وان كومبوننت سيستم. فده برضو مبني على الاكسبيرمنتس، كل دي اكسبيرمنتس واحنا رسمناها. ومن بدايه فهمنا للبيهيفير فلويدز وبدايه يعني فورموليشن بتاع الثيرمودايناميك لوز بدانا نخش اعمق شويه. فبالنسبه للبيهيفير فلويدز بقينا نحط امبيريكال ريليشنز سميناها equations of state، معادلات الحالة، سواء كان حالة لو كان هو ideal أو استخدمنا حاجة اسمها virial equation of state أو cubic equation of state عشان تعبر لي عن ال PVT behavior بتاعة ال fluids دول. وبرضو بدأنا ال laws of thermodynamics اللي هي كانت ال closed system du بتساوي dq plus dw، وإن ds ال entropy اللي هو dq reversible على t، والاثنين دول مع بعض عمل لهم combination وبدأنا نطلع conceptual properties تانيين زي الانثالبي والجيبس والهلمولتس، وقلنا دول بيريحونا في حساباتنا، وفعلا بعد كده ظهروا جدا ميزتهم وقيمتهم. ومن الاثنين دول مع بعض طلعنا حاجه اسمها fundamental property relation، طلعنا fundamental property relation لكل واحده من الثيرموديناميك properties الاساسيه. ده كل ده الهوموجينيوس فيز وان كومبوننت سيستم مثلا. ومن الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بدانا نعمل علاقات ما بين كل الثيرموديناميك بروبرتيز وبعض، فعملنا شبكه عشان كده اسمها ويب اوف ثيرموديناميك ريليشنز، ماكسويل ريليشنز والسي بي، وازاي لو اجيب لو عندي الاتش والاس اقدر اجيب الجي. وشفنا ازاي ان الجيبز دي هي الجنريتنج فانكشن اللي منها اقدر اجيب كل البروبرتيز. جنريتنج فانكشن. ومن كده لقينا ان احنا مناسب ان احنا نعمل حاجه اسمها ريزيدوال بروبرتي، اللي هي الفرق ما بين الايديال والريل، وانها مناسبه في الاستخدامات. والريزيدوال بروبرتيز دي عرفنا نجيبها من ايكويشنز اوف ستيت مختلفه زي الفيريال والكيوبيك، وعرفنا برضو جنرالايزد واي ان انا بتعريفي بحاجات اكسبيرمنتال زي التي سي والبي سي والاوميجا، دول حاجات جايه يعني على طول من اكسبيرمنت، اقدر اعرف الريزيدوال بروبرتيز قد ايه، ومن اقدر اعرف التشينج اوف ثيرموديناميك بروبرتيز زي الانثالبي والجيبس كفرق ما بين الايديال والريل اللي هي الريزيدوال بروبرتي. وبعدين دخلنا في الميكشرز وقلنا ان الميكشرز عشان افهمها بدانا نعرف بعض الحاجات، قلنا المولر جيبس اللي هي بارشال مولر بروبرتي، دخلنا البارشال بروبرتيز، وقلنا ان زي الكيميكال بوتنشال واحده من البارشال بروبرتيز دي، وان هي دي الكرايتيريا اوف ماتيريال ايكوليبريم. زي ما في ميكانيكال ايكوليبريم وثيرمال ايكوليبريم، في حاجه اسمها ماتيريال ايكوليبريم، وان الكرايتيريا بتاعتها هي الكيميكال بوتنشال ايكواليتي. وعرفنا حاجه جديده اسمها الفيوجاسيتي، وقلنا انها زي الكيميكال بوتنشال بس اسهل في الاستخدام، وبرده هي الماتيريال ايكوليبريم كونديشن.
وبعد ما دخلنا في الميكشرز قلنا نحط شويه مودلز للميكشرز دي نماذج. فاتكلمنا على الايديال جاز ميكشر، اتكلمنا على الايديال سوليوشن، وبرده قلنا ان في حاجه اسمها اكسس بروبرتي اللي هي الفرق ما بين الريل والايديال. والاكسس بروبرتي دي كان كل حاجه ليها اكسس، كان جي اكسس واتش اكسس واس اكسس. شفنا الاكسس بروبرتيز دول شكلهم ايه ومعناهم ايه، وبعدين شفنا الاكسس جيبس ازاي ان ليها مودلز، لان الجيبس دي هي الجنريتنج فانكشن. فلو عندي مودل ازاي الاكسس جيبس بيتغير مع الكومبوزيشن اقدر اجيب كل حاجه ثانيه من المودل ده، زي الاكتيفيتي كوفيشنت مثلا او الاكسس انتروبي او الاكسس انثالبي. فالجي اي مودلز اتكلمنا على كذا واحده منها زي يونيكواك وفان لار وويلسون ومارجولز وكذا واحده اتكلمنا عليهم وشفنا مسائل ازاي بيتحلوا. كان كل الفاونديشن دي مهمه جدا عشان ثلاث حاجات الاساسيه اللي احنا بدانا بيهم اللي احنا عايزين نحسب فيهم: الانرجي بالانسز اوبن سيستمز، انتروبي بالانس، كيميكال رياكشن ثيرموكيمستري، ازاي اعمل هيت بالانس على رياكتور. وده اتعلمنا كويس قوي وشفنا ازاي ان انا الانسبي ستيت فانكشن فاقدر اعمل حاجه زي كده لو تفتكروا الرسمه دي. فده كان واحده من الابلكيشن الاساسيه للثيرموداينامكس بالنسبه للمهندس الكيميائي. ابلكيشن ثانيه الفيز اكوليبريم، اتكلمنا شويه على الفيز اكوليبريم ما دخلناش بالتفصيل، ان شاء الله لو كملنا مع بعض في الجراديويت كورس ممكن يبقى يكون في كلام اكتر على الفيز اكوليبريم في الحاجات المختلفه. لكن الكونديشن اوف ذا فيز اكوليبريم اللي هي الايكويشن فيوجاسيتي بتاع كل كومبوننت في كل فيز بيساوي بعض. وبرده اتكلمنا على كيميكال رياكشن اكوليبريم، ودي حاجه مهمه جدا في الرياكتورز. كيميكال انجينيرز بيتعاملوا دايما مع رياكتورز ومهم يعرفوا الثيرموديناميك ليميتس بتاع التفاعل اللي التفاعل ما يقدرش يتعداها، وده اتكلمنا عنه في الكيميكال اكوليبريم. واتكلمنا على الجاز فيز والليكويد فيز وخدنا شويه اكزامبلز. طبعا كان ممكن نخش اكتر في المالتي رياكشنز او في الهيتروجينيوس فيزز بس احنا ما دخلناش، وقفنا عشان الوقت ما كفاش. فده الكورس على بعضه هو مهم جدا للمهندس الكيميائي. وانتوا اتمنى ان انتوا في خلال الفتره اللي فاتت دي لو انتوا متابعينا ان انتوا تكونوا يعني قدرتوا قيمه الماده دي وفهمتوا كويس. بس انا دايما بقول ان الثيرموداينامكس عشان تتفهم كويس محتاج انها تتاخد وتتبص عليها اكتر من مره. بس كنت انت فهمت جزء مش كل حاجه فعشان دي اول مره، لكن لو مع الوقت حبيت تسمع المحاضرات دي مره ثانيه اخدت كورس ثاني ان شاء الله الفهم يبقى ازيد. والتطبيقات برضو بتساعد قوي على الفهم. شكرا جزيلا.